علوت مكانة ورفعت قدرا وأهديت الورى ملانغي سبالي تيوك باندا أخذت مجندانا وبيلسوع اليوم يوم السبت بتوفيق الله سنضع الحجر الأساسي لهذا المشروع مشروع بابتسام المعجب نسأل الله تعالى أن يجعل هذا المشروع في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنوك إلا من أطى الله بقلب سليم. والآن سنضع الحجر الأساسي لهذا المشروع. ذكرنا خدمت الناس أزمنة مدادا فلن نوفيك يا ندوة شكرا فلن نوفيك يا ندوة شكرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.